سؤال بيقول لماذا يقال في الانجيل اله ابراهيم وليس اله ادم؟ طبعا ربنا اله ابراهيم واله ادم واله نوح، لكن ابراهيم لانه بدا الوعد واختيار الشعب والتكريس لاجل الخدمه بدات من ابينا ابراهيم. يعني الدعوه كما ورد في تكوين 12 ربنا دعا ابراهيم وكون به شعب، عشان كده بيقول اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. ادم كان ساعتها مجرد خطيه وغفرت او وعد بالغفران، لكن ما كانش فيه دعوه الهيه.